هناك مشكل عويص جدا، انه كثير من المسؤولين ولادهم لما توقع اي مشكله في الجزائر او بيشري بي ويروح وين يروح؟ يروح واحد لدبي، واحد لباريس، واحد لبرشلونه. اسم دي كومبيرو تكنيك ما عندهم الهدف، عندهم ديجا هربوا اموال. لماذا؟ بالضبط، يعني ما عندهمش علاقه عضويه البلاد. كثير من الناس عندهم وطن واحد هو هذا البلاد، يعيشوا هنا ويسكن هنا ويموت هنا، ولكن المشكله انه المسؤولين عندهم رجل هنا ورجل هي، يصرى مشكل يرفد كابتو لأنه أمواله لهي ويخرج. أنا شفناهم الآن مش فقط عائلة سيد ويحيى، يعني عائلة آخرين. أنا عندي القائمة ولا أريد منهم مثلا زوجات مسؤولين سابقين كانوا مع الرئيس بوتفليقة، اشربي وروح. وهذا هو المشكل. لماذا؟ لأنهم هذو وضعوا على رأس الدولة، هم الذين أوصلوا البلاد إلى هذه الأزمة ثم لا يتحملون مسؤوليتهم. اهرب.